سيدات شوبينغ، أربع مشاركات غادي يتنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي. صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات وخبيرتنا ليلى حديوي، كتصبح سيدات شوبينغ. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في يوميه جديده من برنامجكم سيدات شوبينغ. حنا في الاسبوع الرابع، يعني المتسابقه الرابعه، ولكن قبل ما تعرفوا عليها كنقترح عليكم نمشيو نشوفوا اقوى اللحظات مع المتسابقه خوله. بحال كل اسبوع شروم سيدات شوبينغ استقبل مشاركاتنا الرائعات والانيقات. خوله من مدينه الرباط، اسيا مدينه وجده، نسرين مدينه جديده، ملك اوليفيا مدينه الدار البيضاء. اهلا صباح الحمد لله ما بس عليك صباح الحمد لله الحمد لله. خوله، هل انت مستعده ومتحمسه؟ الموضوع ديال هذا الشهر هو سهل، فاسيلمون غادي نلقاو داكشي اللي بغينا، واخا البيدجي صغيور شي شويه. انا اللي غادي سيدات شوبينغ. عينوني. 3 2 1 توب شوبينغ. أولا شفتك كتفرجي غير من بعيد، ياك ما مازال كتسني لو كيجي حتى لعندك ويقول لك ها انا دا. حتى انا كندير بحالك، كنشوف مزيان، كنسكاني، كندخل في السيستم وابخي كنمشي نقيس. تي انا بحالك خوله، تي انا عندي واحد الرادار في عيني. ها سكانير، ها الرادار، هادشي عندكم جهد. عجبني لا كولور لو سامون ساس ماري افيك هاد لو le verre bouteille j'aime bien ما عجبتنيش نهائيا هاد اللبسه هادي، نهائيا حيدها. سندالات ديال الهنود انا هادو بو موا سي ديال البحر لا بيسين كوتي مود موش با تري فان. شحال هادشي اللي كتلبس ريانا بيانسي فلاشي وكلاس وسبور وبحال ريانا كترسي عليها. يلا خوله كلشي مزيان، لقيتي الحلقات اللي بغيتي؟ عاجبينك ولا ما عاجبينكش؟ الصراحه راه ما بقيتش قد نتبع معاك هادشي ديالك. سلام عليك. ايوا الحمد لله. داير بحال شي كوكليكو. لا هاد الحلقه لا علاقه مع الكوكليكو. انا جاوني بحال دوك لي فوي اللي كيطيحو من الشجر. السيده صافي وصلت لاكس وكتخلص. ميرسي بوكو، ربي يخليك، الله يعاونك، ابيانتو ان شاء الله. سلامة. ورجعنا لسيدات شوبينغ. خولة واجدة ومستعدة، ومن بعد ما فاجأتنا بالوقت كامل اللي بقى ليها وبالفلوس كاملة اللي شيطات، واش غادي تنجح تفاجئنا حتى في لولوك اللي اختارت؟ خولة تفضلي. انا رجعت من الشوبينغ ديالي وموجوده باش ندخل نوري البنات شنو خديت. دوماج 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 يا خوله، خساره يا خساره. بعد النقطة ديال ملاك كتحصل خولة بطبيعة الحال على معدل 5 ديال النقاط كمعدل نهائي مؤقت، واللي غادي تنضاف ليه في آخر الأسبوع من شهر نقطة ليلة. يعني حتى لدابا مازال حتى حاجة ما تحسمات. وبطبيعة الحال أخيرة واللي بقات هي ملاك من الدار البيضاء. يلا سنتي ما بون شانس. ميرسي البنات. بون كوراج. ولكن ما تربحيش. أي تشوفي. إذا بطبيعة الحال كيف تعرفنا المتسابقة الرابعة ديال هذا الشهر هي ملك، وما نساوش الموعد اللي كنتظروه جميع يوم السبت باش نشوفوا شكون اللي غادي يدي لقب سيدات شوبينغ. أنا تنضرب لكم موعد غدا إن شاء الله باش نتعرفوا على الحويجات ديال ملك. السلام عليكم.